اديني صعب. مثل على برجي انا مثلا. ما انت مش انت ميكس اصلك، انت انت حوت وحمل. اي بقى؟ بص انت يعني زي ما قلنا من شويه سيد العاطفي. انت انت بتحب الحياه، انت ميه ونار، انت اللي بتسخن نفسك جدا وانت اللي بتطفي نفسك جدا. وانت يعني في زحمه عندك هنا جوه، في بلاوي جوه. اوكي. وده غلط، علشان انت هتلاقي نفسك في الاخر مفيش حاجه بتخلص. لانك مشعب نفسك في 50,000 حاجه. صاحب بالين كذاب، يعني لازم تركز في حاجه. لما تخلصها فكر في اللي بعديها، رتب اوراقك. هي دي المشكله اللي عندك، ان انت ذكي جدا. طبعا الحوت في الراجل ذكي، والحمل برضو ذكي. بس انت في كل الزحمه الشغل والحياه وكل ده تحب البنات قوي. لازم ما بحبش غير مراتي. حابب البنات. برافو يا سامي. في كل ما بين الكلمه والكلمه. ما بحبش غير مراتي. مراتي ما بحبش غير مراتي. عامر هينام على الكلمه معاك. اللي جاب لك يخلي لك. هي لولي وبس.